الدرس الأول كسور عشرية حتى جزء من الألف. كسور عشرية حتى جزء من الألف. الأهداف في نستطيع إن احنا نقرأ الأعداد العشرية حتى جزء من الألف، ونستطيع إن نكتب الأعداد العشرية حتى جزء من الألف. طيب احنا دلوقتي في طيور في منخفض الفيوم، تعتبر فيوم وجهة شهيرة للغاية لمشاهدة الطيور في مصر. بتهاجر الطيور لمنخفض من أجل نباتات البحيرة، بحيرة قارون ومياهها. بعض الطيور التي يمكن رؤيتها في البحيرة هي الطيور المائية الصغيرة، وطيور البلشون الرمادية والأرجوانية والبيضاء الصغيرة والكبيرة. دي طيور جميلة جدا، بتهاجر من أوروبا الفيوم عشان ايه؟ بحيرة قارون. طيب فيما يلي أوزان ثلاثة من طيور البلشون الأرجوانية. الطير الأول كان 0.65، 65% كيلو جرام لكل عدد. سجل ما يلي: الرقم الموجود في الجزء العشري هو كام؟ الجزء الموجود في الجزء العشري ده كام؟ ده ستة اهو، ستة. طب الرقم الموجود في الأحاد، الأحاد هنا صفر، مفيش، صفر. طيب الرقم الموجود في جزء من المئة هو الخمسة، 5%، يبقى 65%. نقراها كده 65% أو 0.65. طيب الطائر التاني كان 1.27% أو 21% كيلو جرام، يعني كيلو 27% كيلو جرام. طيب الرقم الموجود في الجزء من العشرة كام؟ اللي هو 2، هنا جزء من العشرة ده 2 أهو. طيب الرقم الموجود في الأحاد كان 1 أهو، 1. تمام، الرقم الموجود في جزء من المئة 7، يبقى نقرأ 1.27%. تمام. طيب كان في طائر 875 من 1000 كيلو جرام، 875 من 1000 كيلو جرام، يعني 875 جرام. طيب الرقم الموجود في جزء من العشرة هو 8، الرقم الموجود في الأحاد 7، الرقم الموجود في المئات 5. كيف يمكنك استخدام القطعة المقسمة لعشرة والقطعة المقسمة لألف والقطعة المقسمة لمية؟ دلوقتي ايه في عندنا؟ في واحد بيشتغل في تقسيط المدن اسمه أكرم، في عنده قطع بيقسمها لعشر قطع ويسكن فيها السكان، وقطع تانية مقسمة لمية قطعة. ويعلم أكرم أنه يجب أن يخطط قطعة مربعة تتضمن 1000 قطعة متساوية. وهو عنده إيه؟ عنده قطع أراضي، الأولى هيقسمها ل10 قطع متساوية ويعمل فيها منازل ويسكن فيها سكان، في قطعة تانية بيقسمها ل100 قطعة ويقعد فيها السكان، قطعة تالتة فيها 1000 قطعة وإيه ويقعد فيها السكان. طيب هو دلوقتي احنا بنشوف ايه ازاي نقدر ان احنا نمثل الكلام ده. دي ورقة رسم بياني متقسمة ل10 اللي هي المربعات الكبيرة، والمربع الكبير متقسم ل10 جواه برضو. فده ممكن احنا نقسمه لايه؟ ل1000. طيب ده جزء من العشرة، جزء من عشرة ده ايه؟ اهو ده جزء، ودول 10 اجزاء، 1 2 3 4 5 دول 10 اجزاء. احنا هنعمل ايه؟ نختار اللون ونلون بلون معين. عايز جزء من عشرة لونه مثلا باللون البينك، باللون اللي هو التركواز، زي ما انا عايز. وبعدين ده جزء من المية، جزء من المية اهو ده جزء، ودول ايه؟ جزء من المية. طيب جزء من الالف، ده جزء من الالف. طيب انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي جزئين من عشرة، و3 أجزاء من المية، و5 أجزاء من الإيه؟ من الألف. ده يتنطق 0.235 من ألف، يعني 235 من ألف. 235 من ألف، 2 من 10، 3 من 100، 5 من 1000. 2 من 10، 3 من 100، 5 من 1000. وقدرنا نمثلها على ورقة الرسم البياني. ديت جزئين من العشرة، ودول 3 أجزاء من المية، ودول 5 أجزاء من الألف. كذلك الرقم ده 453 من ألف، 4 أجزاء من العشرة همت، أو 4 أجزاء من العشرة،
وفي 5 من المية، ادي 5 اجزاء من المية، وده جزء من الالف اهو. تمام، ده 453 من الف، ده الرقم ده 126 من الف، ده هو 1 جزء من 10، ده جزء من 100، 2 جزء من 100، ده 6 اجزاء من الالف، ده 0.144، يعني 144 من الف، ده 1 جزء من 10، ده 4 اجزاء من 100، ادي 4 اجزاء من الف. تمام. طيب البنزين بقى، البنزين عندنا بنزين 80 في مصر في سنة 2021، البنزين كان ب6.75، 6 جنيه و75 قرش، بنزين 92 كان ب8 جنيه، بنزين 95 ب9 جنيه. أي نوع من البنزين هو الأقل سعر وأي نوع من البنزين أعلى سعر؟ التمانين أقل وال95 أكتر حاجة. طيب اختر الإجابة الصحيحة، قرب لأقرب جزء من المئة. العدد رقم 65.747. السبعة دي ممكن نقربها لإيه؟ نقربها لواحد، يبقى 75، يبقى 65 و75. نشكركم.